هاي، انا اسمي بصور على الشارع، بقول بالانجليزي ستريت فوتوغرافي، وعيونك كتير حلوين. في صورك صوره، وكمان فيك تعطيني رقمك فرد مره انه بعد لك صوره بس خلص. وش عندك الليل؟ هيدا ما اسمه ستريت فوتوغرافي، هيدا اسمه بورتريت. الستريت فوتوغرافي هو انك تسرق صوره سرقه بلا ما اللي عم بتصوره يحس او يعرف، او يمكن تاكلها قتله انت عم بتصور، بس هيدا هو الستريت فوتوغرافي. وكمان شغلة العامل البشري منه شرط بالستريت فوتوغرافي. يمكن انت تكون عم بتصور وما يكون في العامل البشري فيها للصورة، وبضل اسمها ستريت فوتوغرافي. وقت بتسائب العامل البشري بيكون من ضمن هيدا الصورة اللي اسمها ستريت فوتوغرافي.